نقول تاني يا أخواننا تعويض الصغار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعويضه هو ذاته يتكلم يقول لي ليه ده حلال وليه ده حرام. ودائما الولد ما تربيه على إنه عيب وما تربيه على كده ما كويس وأنا بزعل منك، ربيه على إنه ده حرام وإنه ربنا سبحانه وتعالى بوديك النار وإنه ده ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليك بسببه. فينشأ الولد على الخوف من الله فيتقي الله في أبيه. ربنا سبحانه وتعالى قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بقى شاب تمام، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الإنس والجن إنهم كانوا خاسرين إلى آخر الآيات. فيربى الولد على أن يكون هو آمرا بالمعروف وينهى عن المنكر. والمسائل كثيرة ويعني المقام لا يتسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع.